يعطيكم العافية جميعا. تس سريع على الصوت. تمام الصوت؟ اوكي. طيب، أول شيء كل عام وأنتم بخير بمناسبة عيد المولد، وإن شاء الله بتكون هالبردات ما كتير واقع عليكم، والكهرباء أمورها بتتحسن نوعا ما عشان ما نرفع التفاؤلات. اليوم بعد ما العدد استقر، نحن أعضاء كورس سي ام اي هني عبد الله قدلبي، بشرى شو كانت الكنية إذا بتذكريني من بعد إذنك؟ بشرى حسين، وعنا ياسر داوود، وعنا نورس كمال، وفي شاب جديد كان معنا بالاي اي من زمان اسمه شادي وهبي كمان انضم لنا اليوم. هلا نحن رح نتابع من محل ما وصلنا المرة الماضية. المرة الماضية كنا عم ناخد الفاينانشال ستيتمنتس. طبعا برجو من الجميع اي نقطة بالصوت او مشكلة بالصوت مباشرة ابعت لي. اوكي، وين وصلنا المرة الماضية؟ وصلنا على الانكم ستيتمنتس، انا هيك بتذكر صح؟ مين درس؟ شو اوضاع الدرس؟ ذكرونا. هلا بالمحاضرة الماضية شادي ما راح عليك شي كتير، بس كنا عم نستعرض العناصر اللي بتتألف منهم الميزانية، وبعتقد يعني صارت لعبتك هي، فما في مشكلة فيها، بترجع بتقرايهم. محاضرة اليوم رح نحكي فيها عن الانكم ستيتمنت، الـ OCI و Statement of Changes in Equity and Retained Earnings. الانكم ستيتمنت مثل ما بنعرف هي القائمة اللي بتعرض نتائج أعمال الشركة، وهي شغلتها تعطيني النتائج النهائية لأعمال الشركة. ومثل ما شفنا بالوايت بورد هون انه النت بروفيت عوين بتروح على ريتيند ايرنينج، يعني النتائج النهائية لأعمال الشركة راح تكون مباشرة تروح على حقوق الملكية، اذا موجب فموجب واذا سالب فسالب. طيب نورس، كنت كابس على الوايت بورد، في شيء عندك سؤال او شغلة ولا هيك؟ يعني حبيبنا، لا بالعكس يا زلمه، عشان تصل. اوكي، خلينا نتابع. فالانكم ستيتمنت شغلتها تقول لي شو عندي ايرادات ناقص شو عندي مصاريف وتعطيني النت. طيب هلا من المفيد دائما تحقق العداله بكل شيء. يعني اذا انت جايب اداره وهالاداره مسلمه فرع من الفروع ومخليها تشتغل، وهالإدارة عم تستثمر وتنتج وتبيع، ما في صوت شباب، شادي عم يكتب ما في صوت. اوكي، انا رح كفي. ليش؟ لانه هاي المحاضرات مسجله فما رح يروح شيء عشان في رد يحضرون. اوكي، فانت اذا سلمت اداره دير فرع من الفروع، وهي الإدارة عم تستثمر المصاري وعم تبيع وعم تربح وأمورك على العال. طيب آخر السنة صار حريق فراح كل شيء، فأنت من العدالة إنك تقول هاي الإدارة اشتغلت حققت هالقد ريفينيو بس صار عندها لوسز نتيجة الفاير. أوكي، ما بتروح بتقول النتيجة النهائية لوسز وخلص، لا، لازم تحكي كل التفاصيل.
فالفكرة اللي بتقوم عليها موضوع الانكم ستيتمنت رح يقوم على فكرة أساسية، التفريق بين الإيرادات والمصاريف اللي بتنشأ عن النشاط الأساسي للشركة، ورح نطلق عليهم مفهومين الريفينيو والإكسبنسز. تفاضل الريفينيو مع الإكسبنسز لازم يعطيني Operating Income. هلأ إذا إجتني إيرادات أخرى غير النشاط الأساسي للشركة، إيرادات عرضية خلينا نسميها، فهي يطلق عليها اسم Gains، فهي ما بتنشأ عن النشاط الأساسي للشركة. مثال، أنت بتشتغل بشركة توزيع، شركة توزيع معلبات، أوكي، أو أنت فاتح شركة توزيع معلبات، سيارة التوزيع اللي أنت جبتها هل تعتبر أنت جايبها لتبيعها وتربح فيها ولا جايبها لتشتغل فيها؟ سؤال. الجواب لازم يكون أني أنا جايبها لأشتغل فيها، مو أنا جايبها لبيعها. فأنا اليوم ما بشتري سيارة التوزيع وبروح أدور على فرق سعر لبيعها وإرباح، لا أبدا. حبيبنا أبزود، أوكي، فأنا ما جايبها لأبيعها وأربح فيها. هلأ إذا صار وبعتها وربحت، هذا الربح لا يسمى ريفينيو، يسمى جينز، مكاسب، أوكي. طيب مشترياتك للبضائع للمواد، او مشترياتك للمعلبات المواد الغذائيه اللي انت عم تبيعها تعتبر اكسبنسز، بس اذا بيوم من الايام صار حريق باحد المستودعات وصارت خساره فبنسميها لوسز. فالنشاط الاساسي يسمى اكسبنسز، المصاريف اللي ما خاصه بالنشاط الاساسي تسمى لوسز، الريفينيو هي المبيعات تبعت النشاط الاساسي، الجينز اي مكاسب اخرى غير الايرادات اللي بتتولد من النشاط الاساسي للشركة. يعني سيارة التوزيع نفسها اذا تعطلت المصاري اللي بتدفع عليها هي لوسز، واذا بعتها بربح هي جينز، اما مبيعاتك من المواد الغذائية هي ريفينيوز، ومشترياتك من المواد الغذائية اللي هي نشاطك الاساسي هي اكسبنسز. في شي سؤال على الفكرة كفكرة؟ عبد الله شادي بشرى ما عنده سؤال. تفضل نورس وياسر، في شيء؟ يلا هلا بقى رح نقرايهم، نقرا الفكره اللي شرحناها. The following are the elements of income statement. ما يلي هي عناصر قائمه الدخل. طيب التعريف ما بدك تحفظوها، اوعى تقعد تجبر حالك لانك تحفظها. انا بيهمني تعرف ان revenues هي ايرادات النشاط الاساسي، بس رح نقرا التعريف بس لناخد الانجليزي اللي فيه بس مو اكتر. revenues are inflows or other enhancement of assets or settlements of liabilities. revenues هي تدفق داخل للشركة او تحسين باصولها أو سداد لالتزاماتها، or both، أو كلاهما. from delivering or producing goods، هذا الشيء بينشأ يا من إيصال أو من إنتاج السلع. أوكي، هاي جوابوك شادي على صفحة 17. اوكي، او بروفايدنج سيرفيس، او تقديم الخدمات. انت شو يا بتوصل السلعه يا بتنتجها يا بتقدم خدمه. اور اذر اكتيفيتيز ذات كواليفاي از، او غيرها من الانشطه اللي بتمثل اونجوينج ميجر سنترال اوبريشنز، النشاط الاساسي المستمر للشركه.
الريفينيوز لازم تكون ناشئة عن نشاط أساسي مستمر للشركة. طيب الجينز نفس تعريف الريفينيوز بس هي ما بتنشأ عن النشاط الأساسي للشركة، هي أشياء عرضية. Gains are increase in equity. ليش؟ شو اللي بيزيد الإكويتي قلنا؟ يا استثمار يا صافي ربح. هون شو قصده؟ على صافي الربح. Are increases in equity net assets other than from revenues or investment by owners. أنا كيف ممكن يزداد عندي الإكويتي؟ يا من صافي الربح يا من الانفستمنت باي اونرز. صافي الربح بينشأ يا من تفاضل الريفينيوز مع الاكسبنسز يا الجين مع اللوسز. تمام؟ فعامل لك اي زياده بالايكويتي ما بتنشا عن صافي الربح اللي بينشا عن عن الريفينيو وما بينشا عن زياده الاستثمارات، طبعا شو بده ينشا لك عن الجينز. طبعا رح اقطع رايهم مشان انت مباشره اذا في سؤال مباشره بتحط لي اياه. اكسبنسز are outflows، هي تدفق نقدي، هي تدفق خارج من الشركه. or other usage of assets او غيرها من استخدام، هون بتجي بمعنى تناقص. usage of assets or incurrence of liabilities او تحمل الالتزامات جديده او كلاهما، بيزيدوا التزاماتك بنقص اصولك. from delivering or producing goods، من ايصال او انتاج سلع، providing service or other activities that qualify as، شوف مثل الريفينيو، as ongoing بمعنى مستمر. major or central، اثنيناتهم معنى رئيسي. operations losses عكس الجينز هي decreases in equity، نقص حقوق الملكية. نقص حقوق الملكية يا بيكون من مستثمرين سحبوا رأس مالهم يا بيكون من خسارة. الخسارة بتنشأ يا إلا الإكسبنسز أكبر من الريفينيو يا إلا اللوسز أكبر من الجينز. أو فيعني other than from expenses، هي خسارة لا بتنشأ عن الإكسبنسز ولا بتنشأ عن التوزيعات للملاك، distributions to owners. حدا عنده سؤال على هذا الحكي؟ يعني سؤال مباشر حط، اللي ما عنده سؤال يقبص على الشاشة. عم يقول لك all transactions affecting the net change in equity during the period are included in income. كل العمليات اللي بتأثر على net change in equity، يعني بتأثر على التغير بحقوق الملكية، هي جزء من الانكم. إلا transaction with the owners، يعني العمليات اللي بتصير مع الملاك، زيادة وتخفيض رأس مال. prior period adjustments، إذا أنا بدي أعدل ميزانيات سنوات سابقة. سؤال موجه لشادي دايركت، إذا السنة الماضية كان عندي خطأ بالميزانية، سوري خطأ بقائمة الدخل ونشأ عنه أكيد خطأ كل القوائم المالية، تعديلي للخطأ على أي بند بيتم إجراؤه؟ بشرى بتحب تجاوب جاوب. جريت شادي. يا جماعة بما انه من هون احنا عم نقول انه صافي الربح اللي هي نتيجة عمليات كل السنة اوين عم يروح ينقفل بالريتيند ايرنينجز، فاي غلط صاير السنة الماضية لازم ينشأ عنه يا زيادة بصافي الربح يا نقص بصافي الربح. اوكي، فنتيجة الاعمال كلها وين عم تروح؟ على الريتيند ايرنينجز. فإذا الغلط كان بيتضمن الاعتراف بخسارة والشركة ما اعترفت فيها، شو بعمل بالريتيند ايرنينجز؟ بخفضها. وإذا الغلط كان بيتضمن اعتراف بإيراد والشركة ما اعترفت فيها، فبزيدها للريتيند ايرنينجز. بكل بساطة هذا هو الحكي. items reported initially in other comprehensive income، العناصر اللي بيتم تقريرها قائمة الدخل الشامل اللي رح نتعرف عليها ان شاء الله اليوم.
transfers to and from appropriated retained earnings. كمان رح تمر معنا بهي مو اليوم بس رح تمر معنا بهي اليونت. الريتيند ايرنينجز هي الارباح المحتجزه. مجرد وجود الارباح بالريتيند ايرنينجز لا يعني انه الشركه ما رح توزعها، بس معناته الشركه لهلا ما وزعتها. هلا اذا الشركه بدها تقول اني انا ما ناوي اوزعها، فبتروح بتقفل حساب الريتيند ايرنينجز وبتفتح حساب بديل بتسميه appropriated retained earnings، معناتها أرباح محتجزة مقيدة. معناتها هون عم تقول إني أنا ناوي أحتفظ بهي الريتيند ايرنينجز وما ناوي أوزعها. فهي عمليات بتطرق على الإيكويتي بس ما بتأثر عليها بالمطلق، يعني ما بتخضع لقائمة الدخل. Revenues, expenses, gains and losses are recorded in temporary accounts. الميزانية، حدا بيذكرني شو كان نطلق تسمية على حساباتها؟ اخذناها المحاضرة الماضية. البالانس شيت حساباتها لهم اسم، والانكم ستيتمنت حساباتها لهم اسم. حسابات الانكم ستيتمنت مثل السيلز تبعت 2016 بنهايه السنه بتنقفل، ال 2017 بصير لها سيلز خاصه فيها، فلهيك هاي الحسابات بنسميها تيمبورال او تيمبوراري، هي حسابات مؤقته. طيب الميزانيه شو كنا نسمي حساباتها؟ حدا بذكرنا؟ كنا نسميها بيرمننت. هلا مبدئيا هذا دليل انه ما قرينا المحاضرات صح؟ نورس انا لا اوكي. الميزانية بتغطي بس لحظة معينة، بس انا في عندي نوعين من الحسابات بالمحاسبة. عندي حسابات permanent اللي هي حسابات الميزانية، مثل حساب الاراضي. حساب الاراضي لل 2016 هو حساب افتتاحي للاراضي لل 2017، فهي حسابات دائمة ما بتنتهي بنهاية السنة. اما كل حسابات قائمة الدخل هي حسابات مؤقتة بتنتهي وبتنقفل كلها قائمة الدخل وبيطلع رصيدها بس صافي الربح بيروح على الميزانية، يعني بينتهي وجود رقم المبيعات تبع 2016 بمجرد بداية العام 2017. لا تدور حسابات قائمة الدخل، لا تدور حسابات الميزانية تدور. شوف عم يقول لك هون for example income or loss from the period، شو هو nominal account and temporal account، is close to retained earnings real account. فأنا عندي permanent or real account وعندي temporal or nominal accounts. بدي أميز، هذا سؤال فحصة، نميز بين قائمة الدخل وأنواع شو يطلق على تسمية حسابات قائمة الدخل. ما بدنا نحفظها حفظ، بدنا نفهمها. الحسابات المؤقتة كلها موجودة بحسابات قائمة الدخل وهي temporary، والحسابات الدائمة موجودة بالميزانية اللي هي permanent. temporary or nominal بجوز يسألك على الاسم الثاني مو الاسم الأول، و permanent or real، real حقيقي يعني. typical items of cost and expenses. the expense recognition principles، مبدأ مبادئ الاعتراف بالمصاريف، are associating cause and effect، تعتمد على مبدأ السبب والمسبب. وبدي rational systematic، لازم تكون يعني نظامية. نظامية بمعنى نظام مو بمعنى مرتبة. rational allocation، لازم يكون في تخصيص عقلاني. and immediate recognition، لازم يكون الاعتراف فيها فوري. طيب شو هذا الحكي؟ واحد matching اللي هو مبدأ مقابلة الإيرادات بالمصروفات. أهم مثال على هذا المبدأ هو إني أنا كل سنة بقابل مبيعات السنة بتكلفة هاي المبيعات، فأنا كل سنة لازم أعترف بالإيرادات الخاصة فيها ولازم أعترف بالمصاريف اللي ولدت هاي الإيرادات.
هذا هو مبدأ الماتشنج. أنا لما بدي أعترف بإيراد لازم أعترف بالمصروف اللي مقابله اللي ولد هذا الإيراد. عم بعترف بإيرادات هاي السنة لازم أعترف بالمصاريف الخاصة كمان بهاي السنة. عم يقول لك matching is essentially synonyms with associating cause and effect. عم يقول لك مبدأ مقابلة الإيرادات والمصاريف هذا هو الماتشنج، هو أساسا مرادف synonyms لمبدأ السبب والمسبب. Such a direct relationship found when cost of goods sold لما تكلفة البضاعة المباعة is recognized يتم الاعتراف فيها بنفس الفترة in the same period as revenue from the sale of the goods بنفس الفترة اللي بعترف فيها من الإيرادات المتولدة عن بيع هي البضاعة. فأنا عندي نفس البضاعة بعتها فإجاني إيراد ولما أنا صنعتها كان في إلى مصروف، فأنا بقابل مصروف هاي البضاعة بالإيرادات الناشئة عنها ليطلع معي مجمل الربح. وهذا التمثيل أو المثال الأوضح عن مبدأ الماتشينج. هلا كيف بنحسب تكلفة البضاعة المباعة؟ هذا الحكي كتير مهم بدنا نفهمه، يعني وهو قد يكون عند البعض بديهيات وقد يكون أنه لا بدنا نذكره مع بعض، فما بضر كلياتنا لازم نذكره. تكلفة البضاعة المباعة هي بتتألف من البضاعة أو المدة أو البيجينينج انفنتوري بيجمع لها بلاس نت بيرشيسز. نت بيرشيسز يعني المشتريات ناقص مردودات المشتريات. انت لما بتشتري بضاعة قد ترجع جزء فبيضل صافي المشتريات، بلاس فريت ان يعني مصاريف نقل مشتريات. يلا من هلا هدول كلياتهم بتكتبهم وبتخليهم عندك. مجموع بضاعة أول مدة لصافي المشتريات ومصاريف نقل المشتريات بيعطيني شيء اسمه goods available for sale، البضاعة المتاحة للبيع. شو بطرح منها؟ بضاعة آخر مدة minus ending inventory بيعطيني cost of goods sold، تكلفة البضاعة المباعة. فيش سؤال على هاي الصفحة؟ هلا الحسبة اللي حسبناها من شوي هي حسبة تكلفة البضاعة المباعة لشركة تجارية. طب بركي أنا كنت بمصنع فأنا شركة صناعية، شو عمل؟ منقول بضاعة أول مدة من المواد الأولية. طيب قبل ما هيك خلينا ناخد فكرة عن الشركة الصناعية، وهذا الفكرة رح تكون دائمة رح نشتغل فيها لاحقا. في شيء بدنا نميز اسمه product product cost. انا ما اميز الانجليش product cost. تكلفة المنتج من شو بتتألف؟ بتتألف من ثلاث عناصر اساسية، هي DM DL MOH. DM هي direct material، DL هي direct labor، و MOH هي manufacturing overhead. انا لصنع اي منتج في ثلاث عناصر اساسية رح تدخل بتكلفة هذا المنتج. طبعا هذا بدي دفتر ملاحظات وانت عم تكتب انا عم بحكي. عند direct material هي المواد المباشرة، عند direct labor اللي هي الاجور المباشرة، عند MOH اللي هي المصاريف الصناعية غير المباشرة. لما بحسب تكلفة هذول العناصر الثلاثة بيطلع معي تكلفة المنتج. بطرح تكلفة شو ضل عندي بيطلع معي تكلفة قديه بعد كفكرة. بس هي إلى معادلة خلينا نمشيها، وهذا الحكي للحفظ، هذا الحكي مهم. هي حطيت لك دويرة جنبه.
لا احسب تكلفة البضاعة المباعة، ببلش اول شي beginning raw materials، بضاعة اول المدة بشو من المواد الاولية اللي هي direct materials. ها شوف بضاعة اول مدة من المواد الاولية، بجمع لها قديش اشتريت مواد اولية خلال الفترة، بطرح منها قديه ضل عندي، طبعا شو كان عندي زائد شو اشتريت شو صار عندي، ناقص قديش ضل عندي اخر الفترة، بيطلع معي قديه استخدمت قديه راح من عندي، فبيعطيني direct materials used in production. الدايركت ليبر كوست هي بسيطة، عدد القطع المنتجة ضرب عدد الساعات اللازمة لإنتاج القطعة ضرب تكلفة الساعة. الحكي عم مر عليه بسرعة لأنه رح يمر في فصول من الشرح. أوكي، بعدين عندي المانيفاكتشرينج أوفر هيد، طبعا تحمل تحميل وتقدر، فهذا حكي يعطى، ف تنحط عندك هيك، هي الدايركت ليبر وهي المانيفاكتشرينج أوفر هيد اللي كانوا بالجامعة يرمزوا لك إياها على الشكل التالي، كانوا يسموها مصاريف صناعية غير مباشرة، هيك كانوا يسموها لك اياها بالجامعة للي درس محاسبة. هلا لما باخد مجموع تكلفة العناصر الثلاثة بيطلع معي Total Manufacturing Cost. الخطوة اللي بعدها بجمع الـ Beginning Inventory للـ Work in Process، وهون بيسوى نحكي ما يلي. انا بالشركات التجارية عندي نوع واحد من المخزون اللي هو مخزون انتاج تام، او بنسميها بضاعة تامة. ليه؟ لاني انا لما بشتري بضاعة ما بعمل عليها شيء بنسميه material or significant modification، ما بعمل عليها تعديل جوهري، فبنسميها بضاعة جاهزة خلينا نسميها. هلا أما إذا أنا شركة صناعية فأنا الإنتاج رح يمر عندي أو المخزون رح يتألف من عناصر ثلاثة، قد يكون مواد أولية وقد يكون إنتاج لسه ما خلص، انتاج بنسميه تحت التشغيل. وقد يكون انتاج انتهيت من تصنيعه، انتاج تم. فلهيك انا حسبت كل لحديت هاي النقطة ها هاي رح ارجع اعمل لك سهم، انا حسبت كل التكاليف. هلا بجمع قد ايه كان عندي بضاعة تحت التشغيل، يعني التكلفة تحت التشغيل زائد التكلفة اللي صرفتها، ناقص قد ايه ضل عندي بضاعة آخر مدة تحت التشغيل، شو بيعطيني؟ تكلفة البضاعة المصنعة. بجمع لهي تكلفة البضاعة المصنعة مخزون أول مدة إنتاج تام، وبطرح منها مخزون آخر مدة إنتاج تام، بيعطيني تكلفة البضاعة المباعة. هلا كل شيء راح احط لك عليه أسهم، قد يجيك سؤال بالفحص يسألك عنه. مو بس يجيك سؤال تروح تحسب لي تكلفة البضاعة المباعة، ممكن يسألك عن التوتال مانيفاكتشرينج كوست، ممكن يسألك عن كوست اوف جودز مانيفاكتشرد، ممكن يسألك عن كوست اوف جودز سولد. فهذا الحكي بدك تكون فهمانه. هلا ضمن المثال هون كل شيء حاطط لك اياه بين قوسين فهو ترميز للإشارة السالبة. راجع شوي بينك وبين حالك، إذا في سؤال اسألني
انا رح انتقل للنقطة اللي بعدها. خذ هيك يعني نفس لمدة دقيقتين. يعني بالاخر حتى احسب تكلفة البضاعة المباعة لازم اجمع تكلفة المباع لا ما في مباع مواد اولية، في مستخدم من المواد الاولية بالانتاج، وفي التكلفة المصروفة ضمن الانتاج تحت التصنيع، وفي تكلفة المباع من المنتج النهائي. يعني انا بلشت بالمواد الاوليه، حسبت قد ايه صرفت فيها تكاليف، رحت على الاجور حسبت قد ايه صرفت فيها تكاليف، بعدين رحت على مصاريف صناعيه غير مباشره حسبت قد ايه صرفت فيها تكاليف، فطلع لي اجمالي التكاليف المصروفه السنه اوكي زائد التكاليف اللي كانت مصروفه سابقا على الانتاج تحت التشغيل، فبيطلع معي اجمالي التكاليف المصروفة السنة الماضية والسنة. طيب قد ايه انتقل من هي الانتاج تحت التشغيل للمرحلة التالية؟ بطرح منها الاندينج انفنتوري. صرنا بالمرحلة التالية هي مرحلة الانتاج التام، بجمعنا بضاعات اول مدة بطرح منها بضاعات اخر مدة بيطلع معي تكلفة البضاعة المباعة. عم بمشي بالتكاليف كسلسلة عم حمل عليها التكاليف من المواد الاولية لنهاية الانتاج التام. واضحة؟ هذا الحكي لا حافظها، هذا الحكي ما بيمزح فيه. واضحة أو لا؟ جايك المثال التوضيحي، لا تستعجل عليه، بدي كفكرة. كفكرة واضحة؟ خمرها شادي، خمرها، جايتك مجموعة أمثلة توضيحية، أصلا ما عندك شغل تاني غيرهم بتسيء معي. عبد الله واضحة؟ نوراس بشرى
يلا other expenses general and administrative expenses are incurred for the benefit of the enterprise as a whole and are not related wholly to specific function. عامل لك النوع الثاني من المصاريف اللي هو المصاريف الإدارية والمالية أو المصاريف الإدارية والعامة هي are incurred تستحق لمنفعة الشركة ككل enterprise معنى company وما بتستحق لمنفعة وظيفة محددة بالشركة كوظيفة المبيعات selling أو تصنيع أو manufacturing. They include accounting, legal and other fees for professional activities. بيتضمنوا كل المصاريف اللي بتتعلق بالاكاونتنج والمحاسبه بالليجل بالقانون قسم المحامين وغيرها من الفيز اللي بيدفعها للاوفيسرز السالاريز الانشورنس الويجز اوف اوفيس ستاف miscellaneous supplies يعني miscellaneous هي النسريات and office occupancy cost وتكاليف يعني occupancy اللي هي الإشغال يعني إجل عندك ضيوف عملت لهم hospitality ضيافة كذا هاي التفاصيل كلها هذا رح أحكي كإنجلش بس مو دراسي. هلأ selling expenses are those incurred in selling or marketing. هي المصاريف اللي بتندفع خلال عملية البيع أو التسويق. Examples include sales representative salaries رواتب مندوبي المبيعات commissions عمولاتهم and traveling expenses ومصاريف تنقلاتهم advertising الإعلان sales department salaries رواتب موظفي قسم المبيعات and expenses including rent إذا كنت مستأجر مكتب للإعلان and the credit and collection cost وتكلفة المبيعات الآجلة عمليا البيع on credit وتكلفة تحصيل هاي المبيعات. Shipping cost are also often classified as selling cost. هذا سؤال فحص. مصاريف الشحن البحري عادة تصنف على أنها مصاريف بيع. يعني أنا بعلم لك ياهون الأسئلة المهمة. Interest expenses is recognized based on the passage of time. طبعا الانترست هي مرتبطة بعاملين المبلغ والزمن. In the case of bonds, notes and capital lease طبعا الاخر بجزء من المصاريف اللي هي الانترست اكسبنسز انا تعتبر الانترست مصاريف في حال كان اني انا اخذ قرض وعم بدفع عليه انترست. هلا income statement formats الشكل شكل الانكم ستيتمنت في عندي نوعين للانكم ستيتمنت في عندي سنجل ستيب انكم ستيتمنت وعندي مالتيبل ستيب انكم ستيتمنت. سنجل ستيب مريح حاله بيروح بجمع لك الريفينيو زائد الجينز وبيطرح منها الاكسبنسز ناقص اللوسز مثل المعادله اللي شفتها فوق ما بيروح بيحسب تكلفه بضاعه مباعه وبرو بيحسب لك المصاريف البيع مصاريف توزيع ما بيحسب شيء بيضب كل المصاريف بحساب واحد بغض النظر عن نوعها وبيحط كل الإيرادات بحساب واحد بغض النظر عن نوعها بيطلع معه صافي الربح. شو عم يقول لك single step income statement statement provides one grouping for revenue items and one for expense item. خلاص كل الإيرادات لحال وكل المصاريف لحال. هلا multiple step income statement matches operating revenue and expenses in a section separate from non-operating items. فأنا هون بدي أفصل بين العناصر التشغيلية اللي هي revenue and expenses وبين العناصر غير التشغيلية اللي هي gain and losses. The most common way to present the income statement أكثر طريقة شائعة لأعرض فيها قائمة الدخل is the considered format of multi-step income statement اللي هي قائمة الدخل متعددة الخطوات.
شو هي قائمة الدخل متعددة الخطوات؟ مثلا على سبيل المثال صافي المبيعات نت سيلز، بطرح منها كوست اوف جود سول تكلفة البضاعة المباعة، بيطلع معي جروس بروفيت اللي هي مجمل الربح، بطرح منها سيلينج اكسبنسز وادمنستريتيف اكسبنسز بيعطيني انكم فروم اوبريشنز الدخل من العمليات، بضيف لها اذر ريفينيوز اند جينز، بطرح منها اذر اكسبنسز اند لوسز، شفتوا كل شيء بدي اطرح منه وبحطه بين قوسين، بيعطيني انكم بيفور تاكس، بشيل منها الضريبة بيعطيني النت انكم. على سبيل المثال للحصر، مثال بسيط طبعا يعتبر. طبعا انا بدي احمل الكتاب، طبعا سي ام اي مجزأ، انا بدي احمل الفايل. ظهرت المادة العلمية عند الكل. طب يلا بدي الكل يعطوني كونفرميشن انه ظهرت المادة العلمية. في ناس مشكلة نورس ما مع كتاب، ما بين عندك هسه نورس؟ ياسر بين، عبد الله بشرى بين معك؟ بشرى يعني النت سيء كتير، بتعرفوا بحكم الكهرباء فالامور رح تصير. والله بلبنان سيء على قد سيدنا. اوكي خلص، اذا معك الكتاب نورس ما بينخاف عليك. شادي بين معك الكتاب.
يبدو بشرى كانت فاصلة النت. بشرى بيا معك الكتاب؟ لا خلص اعتبر حالك ببريك، يعني اعتبر حالك النت في هيك يعني. شادي لسه؟ طبعا اللي رح احكيهم شادي بترجع بتشوفون، بما انه المحاضرة مسجلة فما في مشكلة، رح امشي تسمعوني بس من الصوت. هلا reporting irregular items، تسجيل العناصر بنسميها غير منتظمة او شاذة. when an entity reports discontinued operations or an extraordinary item. discontinued operation اللي هي مفهوم، خليني هي اقول لك اياه. افترض انه انت عندك معمل صوتي عم يطلع له صدى عند الجميع. طيب هلا بشرى مثل ما قلنا عم نسجلهم لهدول، هي اول كام محاضرة قبل ما يزبط النت. يعني المهم مفهوم، بس الحكي المهم يكون بشرى يعني فهمانتيني او لا؟ اوكي خلينا بس نكفي محاضرة اليوم، ان شاء الله بركي المحاضرة الجاية الامور بتكون تحسنت. طلع الكتاب؟ طب انا رح كفي. انا عندي معمل، المعمل اللي بيتألف من خط انتاج برادات، خط انتاج غسالات، وخط افران. يمكن سمعان وشاهد لهذا المثال قبل انت وياسر. اوكي فانا اكتشفت انه خط البرادات اموره منيحه وخط الافران اموره منيحه، طبعا لانه الناس بتاكل. خط الغسالات مش هالقد ما عم يربح معي، فانا قررت اني انا اوقف خط الغسالات. فالفكرة بتقلك انه من وقت اللي انا بقول بالسنة، مو من وقت، بالسنة اللي انا بقول فيها بدي وقف خط انتاج وبيعه، فانا بحسب نتائج اعمال هذا الخط بشكل منفصل عن نتائج اعمال الشركة، وبعرض نتيجته بالصافي بعد الضريبة. ف discontinued operations هي عبارة عن مجموعة العمليات اللي أنا ما ناوي كفي أشتغل فيها. فافترضنا هون بمثالنا أنه أنا عندي ثلاث خطوط إنتاج، عندي خط إنتاج برادات، عندي خط إنتاج غسالات، وعندي خط إنتاج أفران. اكتشفت أنه خط الغسالات ما عم يربحني، فأنا بقرر بيع خط الإنتاج هيدا، ما بدي أتركه عندي لهذا خط الإنتاج. فأنا بس أقول خلال مثلا 2015 قلت اني انا بدي بيع خط الغسالات، كل ايرادات ومصاريف خط الغسالات بحسبها لحالها، بشوف اذا طالع معي صافي ربح او خسارة، وبعرض هيدا الشيء صافي بعد الضريبة. يعني اذا انا طلعت خسران، سيدنا اذا طلعت ربحان 100,000 والضريبة 40%، فمباشرة بحط 60,000. ليه؟ لأن هذا الحكي بدي أعرضه مباشرة بعد قائمة بعد الربح من العمليات، بعد الـ Operating Income. وبتحط عندك ملاحظة، لا يظهر حساب الـ Discontinued Operations إلا في حالة نية الشركة التخلي عن أحد خطوط الإنتاج.
هذا الحكي اكتبه. وعند نية الشركة التخلي عن أحد خطوط الإنتاج يجب التفريق بين أنشطة الشركة ك continuing operation كأنشطة رح تتم الاستمرار فيها or continued operation or discontinued operations وأنشطة ما رح يتم الاستمرار فيها. هلأ إذا أنا ماني ناوي أتخلى عن ولا خط إنتاج لا بقول لا continuing ولا discontinuing، بسميها operating income. اما اذا انا ناوي اتخلى عن احد خطوط الانتاج فانا لازم فرق بين نشاط الشركة اللي انا ناوي استمر فيه بسميه continuing operation ونشاط الشركة اللي ما ناوي استمر فيه بنسميه discontinued operation. فلهيك شو عمل لك when an entity reports a discontinued operation or an extraordinary item. extraordinary item اللي هي العناصر الغير اعتيادية. شو العناصر الغير اعتيادية؟ مثل الزلازل، البراكين، الاعاصير، اي شيء بيسبب خسارة مفاجئة او هائلة او ربح مفاجئ وهائل بنسميه extraordinary. extraordinary هو كترجمة هي العناصر غير الاعتيادية. it must be presented in separate section when after income from continuing operations. سرقة لا عادي، هي losses، مانا عنصر خارق للطبيعة. الاكستراوردينري لازم تكون خارقة للطبيعة. واضحة شادي؟ فأنا بالريبورتينج العناصر الغير اعتيادية عندي discontinued operations اللي هي منرجع منعيد عبارة عن الأنشطة اللي أنا ماني ناوي كفي فيها، بحسب صافي الربح أو الخسارة بعد الضريبة. طبعا بحب نبهك أنه بالربح بياخدوا منك ضريبة، بالخسارة بيرجعوا لك. إذا أنت خسران 100,000 ومعدل الضريبة 40% فبتصير خسارتك 60,000، وإذا أنت ربحان 100,000 ومعدل ضريبة 40% بصير ربحك 60,000. فبالخسارة بيشيلوا معك وبالربح بياخدوا منك. ف discontinued operations لازم أعرضها after tax وبعد ال operating income from continuing operation. وما بذكر تعبير continuing operation إلا في حال كان عندي discontinued. إذا عندي discontinuing operation فأنا مباشرة بفرق بين الأنشطة اللي ناوي استمر فيها والأنشطة اللي ماني ناوي استمر فيها. إذا ما عندي هذا التفريق بسميها operating income وبسكت. شوف عمل لك عند النقطة واحد because these items are reported after presentation of income tax، لأنه هاي العناصر بدي أعرضها بعد ما أخذت الضريبة. they must be shown net of tax. أنا ضريبة بحسبها على operating income، بعد ما بيكون انحسب عندي ضريبة فأنا كل عنصر من هاي العناصر لازم شيل ضريبته لحال، فبعرضه صافي من الضرائب. عم يقول لك تحت the term continuing operation is used only، بس يقول لك only معناتها سؤال فحص. when a discontinued operation is reported. شو يعني continued operation؟ continuing operation قلنا ما بنفتح سيرتها الا اذا كان عندي discontinued. فبيقول لك continuing operation is used when discontinued operation is not reported، is reported when continuing operation is reported or not reported. فانا شو used only with discontinued operation is reported. هلا discontinuing operation if reported may have two components. هي discontinued إلى جزئين، income or loss from operation of the component that has been disposed يعني تم الاستغناء عنها أو استبدالها، يعني الدخل أو الخسارة من الأنشطة اللي بتشكل العنصر اللي تم التخلي عنه أو تم تصنيفه على أنه متاح بغرض البيع، or is classified as held for sale يعني أنا مصنفه أنه معروض للبيع،
طيب انا صافي الربح والخسارة بدي احسبه first day of the reporting period until date of disposal. يعني اذا انا بال 2016 وقلت ناوي بيع خط انتاج، فكل ايرادات ومصاريف هذا خط الانتاج من 1/1/2016 ل 31/12/2016 لازم احسبها لحالها. طب بركي ما بعته بال 2016، بحسب صافي الربح والخساره وبعرضه بعد الكونتينيوينج اوبريشن صافي من التاكس، وبروح للسنه اللي بعدها بشوف باللحظه اللي بعد فيها كمان بحسب صافي الربح والخساره من اول السنه للحظه البيع، ولحظة البيع بشوف كمان إذا ربحان ولا خسران. ما بدنا نفهم أكثر من هيك. هلا المحاضرة الجاية رح أجيب لك مثال على الديسكونتينيويد أوبريشن. بتمنى من عبد الله تذكرني، تذكرني في عبد الله يوم الأربعاء. هلا فأنا عندي صافي الربح والخسارة لطول فترة استخدامه لهذا الأصل، كمان لما بدي بيع أي أصل بينشأ عنه gain or losses. طيب من شو بينشأ الجين او اللوسز؟ بينشأ الجين او اللوسز من التفاضل بين السعر اللي اجاني والقيمة الدفترية. هلا الاكسترا اوردينري ايتمز عم يقول لك ار انكم ستيتمنت ايتمز ذات ميت ذا فولوينج تو كرايتيريا. طبعا هذا الحكي حسب الجاب بس. ليه؟ انا عندي بالمعايير المحاسبه يا المعايير الامريكيه يا المعايير الدوليه. نحن عم ندرس طبعا هذا كتاب امريكاني فعم ندرس حسب الامريكان. الامريكان عندهم عناصر غير اعتياديه. الاي اف ار اس يعني معايير المحاسبه الدوليه ما عندها اكسترا اوردينري. اوكي هلا بدنا نشوف الاكسترا اوردينري حسب الجاب. شو عم يقول لك؟ ار انكم ستيتمنت ايتمز هن عناصر لقائمه الدخل ذات ميت ذا فولوينج تو كرايتيريا بحققوا الشرطين التاليين انيوجوال ان ناتشر هن ما هن طبيعيين انفريكوينت ان اكور ان اوكيرنس انفريكوينت ان اوكيرنس لا يتكرر حدوثهم ان ذا انفايرمنت ان ويتش انتيتي اوبريتس بالبيئة اللي بتعمل فيها الشركة. يعني إذا أنت عايش بجزر المالديف أو بإندونيسيا وصار تسونامي فهذا شيء طبيعي. أما يعني إذا أنت موجود بسوريا وصار تسونامي فهو شيء غير طبيعي. فبدك تشوف هل يتكرر حدوث هذا الأمر بالبيئة اللي أنت عم تشتغل فيها أو لا. مثال على كل هذا الحكي اللي شفناه بيكون عندك سيلز مشي معي بند cost of goods sold بيعطيني gross profit، بطرح منه general and administrative expenses بيعطيني income before taxes، بطرح the income tax بيعطيني income from continued operations. اوكي بعدين بدي اشوف discontinued operations العناصر اللي انا ما ناوي كفي فيها loss from operations of component X خسارة من تشغيل الخط الانتاج X net of tax. بعدين لما بعته لهذا خط الانتاج عطاني gain ب 10,000 فبيكون صافي الخسارة 50,000. انا كنت ربحان 140,000 وخسران 50,000 بيكون income before extraordinary items 90,000. بعدين عندي extraordinary items loss from volcanic eruption خسارة من ثوران بركاني volcanic بركاني كمان net of tax. يعني هاي الشركة عندها كوارث خط انتاج ما شغال وعندها ثوران بركان بالمنطقة اللي هي فيها يعني تسكر احسن. فبيضل عندها صافي ربح 70,000. هلا اخر عنصر بعناصر قائمة الدخل او اخر بند بدي احكي عنه بقوائم قائمة الدخل مباشرة ننتقل لقائمة تانية اللي هو الافصاحات اللي بتتم عن طريق نوتس ملحقة بالقوائم. عم يقول لك ميجر نوتس ديسكلوجرز الافصاحات الاساسية اللي بدي افصح عنها بملاحظات. ايرنينج بير شير العائد على السهم. ديبريشيشن سكيدجولز جداول الاهتلاكات.
component of income tax expenses عناصر الدخل او عناصر الضريبه, components of pension expenses عناصر مصروف معاشات التقاعد عند رقم 4 رح يمر معنا باليونت 3, والانكم تاكس كمان رح تمر معنا باليونت 3. فانا بس شغلي ما مر عليها فهي رح نشرحها لاحقا بطريقة مفصلة. limitations of income statement شو اتفقنا مثل كل محاضرة وين بنشوف limitations بنحفظها, هذا الحكي للحفظ. Like the income statement doesn't always show all items of income and expenses. عمل لك ال income statement ما بتعرض دائما كل عناصر الإيراد والمصروف. ليه؟ Some of the items are reported in a statement of other comprehensive income. وين هي القائمة؟ قائمة الدخل الشامل. ليك الله لا رح ندرسها. طيب أنا بنشوفها. B the financial statements report accrual basis results for the period. قائمة الدخل بتعتمد على أساس الاستحقاق. شو أساس الاستحقاق؟ بيقول بعنا المبيعات بنعترف فيها سواء قبضناها أو لا. The company may recognize revenue and report net income before any cash was actually received. Okay. هذا أساس الاستحقاق. أنا بدي أعترف بالإيرادات سواء قبضت كاش أو لا. فهذا نفس هدول الاثنين البندان بتمنى نحفظهم. خلينا نتعرف على statement of OCI. هذا شيء اول مره بحياتنا بنسمعه, ما انه موجود, ما مرق معنا بالجامعه او معظمنا ما مرق معهم بالجامعه. حدا سمعان بال OCI statement؟ اللي ما سمعان يعملنا كبسه على الشاشه. نقرا على الشاشة. أيوة. اوكي. كم هلا هاي القائمة اليوم قائمة الدخل بتعطيني كل الإيرادات تماما يا أسر. واحدة من البنود فيها فروق العملات. هلا الـ OCI هي نقطة البداية فيها, نقطة بداية الـ OCI هي نقطة النهاية للـ Income Statement. يعني الـ OCI بتبلش من صافي الربح اللي بينتهي عنده قائمة الدخل. اوكي؟ طيب وبتتألف معي من أربع عناصر بدنا نحفظهم بصم. مو بس بصل, بدنا نفهم شو هني. هلا الغرض من قائمة الدخل الشامل انه تعلق الاعتراف ببعض الايرادات وبعض المصاريف او تجزئة الاعتراف فيها منشان ما تشوه النتائج اللي بتعرضها قائمة الدخل. خلينا نقرايا. طبعا السؤال بيجيك مثل ما رح اقول لك يا اخر شيء. comprehensive income الدخل الشامل includes all changes in equity of a business during a period except those from investment buy and distribution to owners. قائمة الدخل الشامل بتعكس لي كل التغيرات صارت على الايكويتي ما عدا زيادة وتخفيض رأس المال, وبتتألف من net income or loss. شو عم يقول لك؟ bottom line of income statement يعني آخر خط بالincome statement and other comprehensive income. حلو ده, هلأ ما في حكي, ما في شيء جديد. يعني عم يقول لك بالنقطة واحد certain, عم يقول لك certain incomes
certain income items are excluded from calculation of net income are and instead are included in comprehensive income. عمل لك بعض العناصر بيتم اقتطاعهم excluded او استثناءهم من حسبة صافي الربح وبيتم تصنيفهم ضمن قائمة الدخل الشامل. مين هن؟ هن العناصر الأربعة التالية. رح أحكي لك كل واحدة وأشرح لك شوية. Effective portion of gain or loss on hedging instrument in cash flow hedge. الجزء الفعال أو الجزء المتبقي من المكاسب والخسائر أداة التحوط بالتحوط الخاص بالتدفق النقدي. ما بدك أكثر من أنك تحفظها. شو هي؟ افترض أنا اشتريت بضاعة من عبد الله وعبد الله بده يبيعني إياها باليورو وأنا لازم أدفع لعبد الله مليون دولار بشهر 5/2017، بس أنا خايف، أنا بدي أدفع له مليون يورو بس أنا خايف اليورو يطلع أو ينزل، فبروح عند بنك من البنوك بتفق معه يثبت لي سعر اليورو هاد. فإذا اليورو طلع أنا ربحان، إذا اليورو نزل أنا خسران. ليه؟ لأني أنا اتفقت مع البنك ووقعت عقد معه. أحد الأمثلة للبند A. B. Unrealized gains and losses due to changes in fair value of available for sale securities. هلا لما بطلق كلمة securities فأنا قصدي على شو؟ قصدي على الأسهم والسندات. هلا لما بشتري أسهم وسندات رح نشوف باليونت 2 إني أنا لازم صنفها. أنا يقول إني أنا اشتريت هاي الأسهم والسندات لبيعها بشكل سريع فمنسميها for trading available held for trading. يقول إني أنا ناوي أحتفظ فيها لفترة فمنسميها available for sale. يقول إني أنا ناوي أسر فيها على أحد الشركات إذا كانت أسهم طبعا. هلأ إذا أنا اخترت إني أطلق على أو صنف الأسهم والسندات المشترية على أنها available for sale، أي تغير بقيمتها زيادة بنسميها unrealized gains يعني مكاسب غير محققة، وأي تغير بقيمتها نقص بنسميها unrealized loss يعني خسائر غير محققة. وين بنحط هذا البند؟ بنحطه بالـ OCI. فشو صار؟ أول بند اللي هو مكاسب وخسائر التحوط، تاني بند اللي هو الـ Securities إذا أنا اخترت تصنيفها Available for Sale، أي تغير عائمتها زيادة أو نقصان تأخذ الحصيلة وتنحط بالـ OCI. البند C شو عمل لي؟ Translation. كلمة Translation يعني أنا عندي قائمة بالدولار الأمريكي بدي عدلها حسب أسعار الصرف وأعملها باليورو، فتعديل القوائم المالية من عملة لعملة يطلق عليه لفظ Translation، ترجمة القوائم المالية. فأنا Translation Gain and Losses for Financial Statements of Foreign Operations، مكاسب وخسائر ترجمة القوائم المالية للأنشطة الأجنبية. شو الأنشطة الأجنبية؟ افترض أنه أنت شركة قابضة موجودة بلندن وعندك شركة تابعة موجودة بدبي. انت الشركة الموجودة بلندن القوائم المالية بيتم تقييمها بجنيه الاسترليني، اما الشركة اللي بدبي فقوائمها المالية بتكون بالدرهم الاماراتي. هلأ الشركة اللي بدبي بتكون مشترية بضاعة من روسيا وبيعة بضاعة لاستراليا، فقد تكون هاي الشركة الى اموال بالدولار على الاستراليين، وقد يكون عليها التزامات بالروبل تجاه الروس، فهي دايما
بدها تقيم التزاماتها اللي إلها واللي عليها. هلأ عادة إذا أنت إلك مصاري بالدولار على الناس والدولار طلع زادت قيمته، فأنت بتقول أنا كسبت. ليه؟ لأنك رح تاخد وحدات أكتر من عملتك المحلية، فتعتبر الفرق مكاسب. وإذا الدولار نزل فبتعتبر حالك خسران لأنك صرت رح تاخد وحدات أقل من عملتك المحلية. هلأ أنا شو عم بعمل؟ عم باخد القوائم المالية بالدرهم أعملها بالجنيه الاسترليني. قد يكون بهداك الوقت الدرهم مقابل الدولار طلع أو الدرهم مقابل الروبل نزل، فرح ينشأ عن تعديل هاي القوائم حسب سعر صرف جديد مكاسب وخسائر تتغير تختلف حسب تغير سعر الصرف بتاريخ أعداد القوائم المالية. المكاسب والخسائر اللي بتنشأ عن هاي العملية بتروح على الأو سي آي، ما مطلوب منك تعرف أكثر من هيك، وهذا كل شيء صراحة. هلا كل مكاسب وخسائر الشيء المتعلق معاشات التقاعد نسميها Post Retirement Plan كمان تقفل فيها. هذا الحكي آخر صفحة باليونت 3. هون عم يقول لك أنا ممكن أعرض القائمة بشكل موحد Separate Part Consecutive Statement، يعني بحط قائمة الدخل بوصل على صافي الربح بكفيها، بقول او سي اي ببلش من صافي الربح وبنزل، فهي بورقة واحدة بس فاصلهم، او بعرضهم كل واحدة لحال، ما بدك اكتر من هيك. سؤال الفحص بيجيك اي من العناصر التالية مانو من الاو سي اي، او اي من العناصر التالية هو من الاو سي اي، فالمطلوب نحفظ الـ A B C D ونعرفهم انه هني هيدول العناصر تبعون الـ OCI. لهون ومنوقف. المرة الجاية الكمية ان شاء الله بتكون اكتر، بس لانه اليوم معنا شادي مبلش جديد وبيهمني ما تخلوني تراكمه. اليونت 1 تعتبر من اغلظ اليونتات لانه هي التمهيدي مثل ما قلنا، فلهيك رح تلاقوا فيها شوي جفاف، بس شوي شوي ان شاء الله لقدام. دي معلش نعيد طيران تكرم عينك. الـ Post Retirement Plans معاشات التقاعد هذا بحث منفصل ما بيتجزأ، يعني ما فيك تاخذ منه فكرة. فأنا بدي أقول لك ياك مبدئيا بدك تحفظ خسائر ومكاسب معاشات التقاعد فصل. فصل بس عن نهاية الجلسة. فصل بالله بس عن نهاية الجلسة. يا الله يسفر. ما عرفوه؟ خلاص أوكي.